أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض العلماء يقسم الظلم إلى ثلاثة أقسام ويذكرون منها ظلم العبد لربه، فهل هذه ما قال ظلم العبد لربه، قالوا ظلم بين العبد وبين ربه، ما يقولون ظلم العبد لربه، يقولون ظلم بين العبد وبين ربه، وهو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الرياء من النفاق الأكثر أصلا؟ والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها فسمي ظالما. نعم.